اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره والرئيسيه في حلقه النهارده، وهي بعنوان قدامكم على الشاشه: قمه العشرين، ملفات وتحديات. ايه بقى قمه العشرين؟ ايه الملفات وايه التحديات؟ ده كلام بتسمعوه في الاخبار وهيبقى موجود بكثره، كان موجود قبل كده ومن سنه كان موجود، والايام اللي جايه لان القمه دي هتعقد في الهند في 19 اللي جايين، السبت والحد اللي جايين، وهي قمه كبيره، شيء مهم يعني، ولولا ان احنا مهم ما كناش افردنا له فقره مهمه مع ضيوف محترمين كرام هيفهمونا ايه اللي بيحصل وايه الحكايه وايه العناوين العريضه اللي بيشوفوها على الاعلام دي. بنرحب بدايه بسياده السفير علي الحفني نائب وزير الخارجيه المصري الاسبق. اهلا بك سياده السفير. اهلا بسعادتك. يا اهلا بحضرتك. والاستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد العال، استاذ العلوم السياسيه بكليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف والخبير في الشؤون الاسيويه. اهلا بك يا دكتور. سيادة السفير، الناس مش عارفة يعني 20 و30، ونسمع عن المجموعات السبعة ونسمع عن البريكس ونسمع يعني في كيانات دولية كده، نحاول نفهمها للناس شوية. قمة العشرين بتجمع بين قوة سياسية كبرى وخاصة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، وبتجمع ما بين قوة اقتصادية عظمى، قوة اقتصادية بازغة، والاعتبارات التوازن في بعض الأطراف الأخرى اللي تم ضمها بحيث أنه يبقى المجتمع العالمي كله ممثل في هذه المجموعة اللي المهمة الرئيسية بتاعتها وده الهدف من إنشائها هو تدارس مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، وده للحيلولة دون حدوث أي هزات أي عواصف أي أزمات على شكلة الأزمات اللي عاشها المجتمع الدولي من قبل، وبصفة خاصة في عام 2008. في 2008 بالذات قررت مجموعة العشرين اللي هي كانت نشأت في أزمة قبلها في 97-98، يعني نشأت في أزمة وجت في 2008 رفعت يعني رفعت مستوى التمثيل بقى القمة بقى. بدل ما يبقى وزاري يبقى قمة، والقمة تعقد كل سنة فمن هنا هي بتعقد في نيودلهي الهند هذا العام. الدورة السابقة كانت اندونيسيا، والجولة او الدورة القادمة هتبقى ريو دي جانيرو او البرازيل. وفي لجنة من 3 دول اللي هي الرئاسة الحالية والسابقة والقادمة هي اللي بتاعنا بمسار أعمال هذه المجموعة اللي بالطبع لما بتجتمع بتجتمع على أساس من شغل كتير اتعمل على مدار السنة، اجتماعات على مستوى اللجان، لجان وزارية، لجان خبراء، لجان فنيين، بنتكلم على لجان بتزيد عن حوالي 15 لجنة، حوالي 17 و18، بنتكلم على اجتماعات قد يصل عددها إلى 200 اجتماع. كل ده في سبيل إعداد الملفات ومحاولة الوصول بين هؤلاء العشرين لتوافق فيما يتعلق بالقضايا المختلفة المطروحة على القمة التالية اللي هي نيودلهي، وخاصة ما هو مطروح من أطروحات من مقترحات من تصور لكيفية. هرجع للملفات يا استاذ سكين، بس انا دلوقتي كويس ان احنا الناس فهمت معانا شوية. طيب دكتور علي، دكتور عبد الرحمن عفوا، مجموعة ال20 واعتبر حضرتك خبير في الشؤون الآسيوية، واضح تماما انها متخطية فكرة الخلاف السياسي، فيها الفرقاء موجودين، واتنين من الفرقاء مش حاضرين المرة دي اللي هم واحد في روسيا كاملا والصين وروسيا اللي هي يعني اكثر من ثلاثة اربعة اسيوي الاتنين مش موجودين. وعندنا من اسيا بالاضافة الى الصين عندنا الهند واندونيسيا كوريا الجنوبية وروسيا نعتبرها صين والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليابان وجزء من وتركيا جزء منها في اسيا. ده صحيح. واليابان. فالتواجد الاسيوي ده بغض النظر عن احنا بنتكلم عن دول متفارقة فعلا. ده صحيح. ده صحيح. وجود الاسيوي ده هل كان من الاول موجود ولا اضيف 2008 او اضيف بعد كده؟ يعني 20 طلعوا 20 اسيا فيهم ولا هم من الاول؟ ما اعرفش، ده سؤال ما اعرفوش.
هي كانت في البداية كانت من الدول الصناعية السبع في بداية نشأة مجموعة العشرين، عندما نشأت في نتيجة للأزمة الاقتصادية الآسيوية بالأساس سنة 97 و99، وانضم لها بعد كده هذه المجموعة الاقتصادية البازغة اللي هي أكبر اقتصاديات في اللي هي وصل ل19 زائد الاتحاد الأوروبي كعضو اللي هو يمثل العضو ال20. فعندما أصبحت تحولت قمة تعقد على مستوى القمم عام 2008 كانت أكبر قمة تمثل مجموعة ال20. فهذا الوجود الآسيوي لم يأتي صدفة، يعني وإنما كان نتيجة اعتبارات موضوعية خاصة بما تمثله هذه الدول في ذلك الوقت من صعود اقتصادي أو إمكانيات اقتصادية قوية، سواء كانت كوريا الجنوبية، سواء كانت إندونيسيا، سواء كانت اليابان، سواء كانت المملكة العربية السعودية بحكم تمثله من ثقة في مجال الطاقة والاحتياطات النفطية وغيره والاحتياط النقد الأجنبي. فاختيارنا كان اختيار موضوعيا وليس اختيارا عشوائيا فيما يتعلق باختيار أو وجود مثل هذه الدول الآسيوية، وبالتالي هنا العدد كان يحتكم إلى معيار موضوعي وليس إلى كون هذه دولة أسيوية أو أفريقية أو أوروبية. طيب سيادة السفير، برضو ملاحظة جغرافية سياسية، لا يوجد سوى دولة أفريقية واحدة، جنوب أفريقيا قارة من 55 دولة لا يوجد في ال20 إلا واحدة، وأمريكا الجنوبية والوسطى لا يوجد إلا الأرجنتين والبرازيل، هل إحنا والمكسيك عفوا ثلاث دول، هل احنا يعني بغض النظر عن التمثيل الاسيوي والتنوع السياسي احنا اذا تجمع غربي معدل ولا عالمي فعلا؟ ما هو اصلا كان غربي وهو معدل ما فيش شك، واعتبارات الوضع الاقتصادي العالمي واضطرابه على فترات اقتضى انه يبقى فيه هذه المجموعه الموسعه. يعني مكره اخاك لا بطل، مكرها وانا اخذ كالبطل، وكان لازم يبقى فيه تمثيل افريقي، ما ينفعش. وفي هذا الوقت كان الاقتصاد الجنوب الافريقي من الاقتصادات البزغة، وبالتالي تم اختيار جنوب افريقيا للانضمام. انه طبعا هو في يعني غبن واقع على القارة الافريقية ويجب ان تمثيلها يبقى اكتر من كده. هل ده وارد يا سيد سفير؟ من هنا جت فكرة ان هم يضموا الاتحاد الافريقي، واللي متوقع في هذه القمة انه يتم الاعلان عن ضم الاتحاد الافريقي على غرار الاتحاد الاوروبي. على غرار الاتحاد الاوروبي، لان الاتحاد الاوروبي اولا السابقة موجودة في السمودات في اطار مجموعة ال20، فعلا الاتحاد الاوروبي هي العضو ال20 في المجموعة. وبرضه يعني الاتحاد الافريقي ممثل للقاره الافريقيه، انما هذا لا 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 يغني عن انه يبقى فيه تمثيل لدول افريقيه اكثر في سعي المستقبل ده؟ او حماس كمان من الناحيه الثانيه هناك. اعتقد فيه اهتمام يعني في حماس، انما هي الفكره هل الظروف مهيئه او لا، لانه مش تملي ظروف. احنا بالنسبه للبريكس انتظرنا وقت طويل صحيح لغايه اما تسنى يعني جنوب افريقيا في 2010 بعد انشاء البريكس بعده بضع سنوات، وبعدين النهارده التوسع اللي احنا شايفينها في عام 23، وبالتالي لازم يبقى في ايه ظروف مهيئه لانضمام هذه الدوله او تلك. انما اعتقد انه التمثيل الجغرافي بيخضع ل مش بس في هذا المحفل، انما في محافل كثيره يعني لغبن واقع على القاره الافريقيه. القاره الافريقيه هي اغنى القارات في العالم، الاتحاد الافريقي من انشط المنظمات الاقليميه خاطبه على مستوى العالم النهارده، انما في نفس الوقت في دول النهارده حققت طفرات في اقتصادياتها ونموها الاقتصادي، ونجحت في خططها لتحقيق التنمية المستدامة لولا التحديات اللي تكالبت على الاقتصاديات الافريقية واللي احنا عايشها دلوقتي. طيب دكتور عبد الرحمن، هرجع مرة اخرى لاسيا، تجمع زي ده بالنسبة للدول الاسيوية الشريكة فيه، هل هو في ظل التباينات السياسية كمان القائمة حاليا، هو مفيد لغاية فين وضار لغاية فين، وخاصة وجود بعض هذه الدول في البريكس هي نفسها، هل ده منافس، هل ده بديل، هل ده يضيف للدول دي، ولا الدول الحليفة غربا زي كوريا الجنوبية واليابان هي المستفيدة أكتر؟ لا، هو بالنسبة لمجموعة الدول العشرين، مجموعة العشرين أنا أعتقد بالنسبة للتكتل الغربي
في يعني هذه المجموعه هو ليه هو نظر معينه تجاه قضايا المناخ، تجاه قضايا التجاره الدوليه، وبالتالي هو في النهايه بالنسبه للبلدان الاسيويه وتحديدا يعني بالنسبه لليابان وكوريا الجنوبيه تتبنى الموقف الغربي الى حد كبير فيما يتعلق باجنده الاجنده المطروحه على قمم ال20 بحكم انه فلسفه اقتصاد السوق او ده يعني هي فلسفه يعني في تدور في اطار النظام الغربي، فلسفه النظام الغربي ككل. ولكن اذا ما نظرنا الى نعود الى التباينات السياسيه في هذه الجزئيه، يعني نرى ان الصين يعني على سبيل المثال وروسيا، الصين بدات تنظر بعد توسيع البريكس يعني من 5 أعضاء الى 11 في القمه الاخيره في جنوب افريقيا، بدات تنظر الى مجموعه 20 نظره اخرى، انه هنا لا يمكن للصين ان تفرض اجندتها داخل مجموعه 20 على غرار ما هو متاح لها من قوه ونفوذ على سبيل المثال سواء داخل البريكس او داخل منظمه شنغهاي للامن. وبالتالي يمكن احد اسباب تفسير يعني غياب الرئيس الصيني عن مجموعه 20 اذا ما استبعدنا طبعا الخلافات بين الصين وبين الهند ومحاولة توظيف الصين ل غياب رئيس الصين كورقة ضغط ضد الهند فيما يتعلق بعدم اعطاء يعني مزيد من النجاح لقيادة مودي او توظيف مودي لهذه القضية سواء داخليا رئيس وزراء الهند داخليا او خارجيا فيما يتعلق بمكانة الهند الدولية، نجد انه بعض يعني هذه الدول الاسيوية لها حسابات اخرى اصبحت في ضوء يعني توسع البريكس في ضوء يعني ما يمكن ان تمارسه الاليات البديلة الاخرى مثل منظمة شنغهاي للامن او منظمة بريكس من دور اكبر فيما يتعلق بقدرتها على فرض اجندتها او طرح اجندتها او ظهور مظهر دور قيادي عالمي اكبر في مواجهه الامم المتحده الامريكيه وغيرها بخلاف مجموعه ال20 التي لا يمكن او تمكنها من طرح مثل هذه الاجنده او فرض مثل هذه الاجنده في مواجهه القوى الغربيه. فده بالتالي هنا ده حدود الاستفاده وحدود، فهنا بتلجا الى قدر من الضغط لدرجه انه هناك بعض الاعتبارات حاليا بتنظر الى غياب الهند غياب الصين رئيس الصين باعتبار ورقه ضغط ذكيه جدا للحد من الضغوط الأمريكية الموجهة نحو الصين، وكان في بعض منها كان رسالة ليس فقط للهند فيما يتعلق بتقارب الهند الأمريكي وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي الأخيرة إلى واشنطن والتقارب غير المسبوق بين الدولتين، والذي تنظر إليه بكين باعتبار محاولة لإحتواء الصين، وإنما أيضا الأخطر ما حدث من بداية هذا العام تحديدا من تقارب أمريكي تحالف أمريكي قوي سواء في اتجاه اليابان أو سواء تجاه كوريا الجنوبية، وهي تحالف الدول الأربع اللي هي كواد فيما يتعلق وتغيير مسمى المحيط آسيا المحيط الهادي إلى آسيا إلى المحيط الهندي الهادي، وكل هذه التحركات بدأت تنظر إليها الصين باعتبارها محاولة أمريكية لاحتواء الصين، بل وتنظر إلى الهند تحديدا باعتبارها طرف في هذه المحاولة. وهنا يعني تأتي الحدود التي بدأت تنظر إليها الصين مرة أخرى إلى مجموعة ال20 في ضوء الحسابات الاستراتيجية الجديدة لتصور الصين لدورها العالمي وتصورها أيضا لحدود دور الهند في التنافس بين الدولتين الموجود حاليا. طب إذا جاء ذكر الصين لابد من سؤال السفير علي الحفني مما له من خبرة طويلة في هذا المجال، يعني الصين أصبحت نقول إيه لغز العالم الحالي الاقتصادي، وأصبح الآن يتطور تدريجيا نحو كمان لغز عسكري. عدم حضور الصين وهضم لها يعني رفيقتها الأخرى روسيا، الرئيسان لن يحضرا، حضرتك شايف ده إيه في ظل كمان الكلام اللي الدكتور عبد الرحمن كان بيقول الصين تحديدا؟ أنا شايف إن الموضوع ملوش علاقة بالهند بقدر ما له علاقة بالعلاقات الصينية الغربية والصينية الأمريكية والصينية البريطانية. في تطورين حدثوا مؤخرا فيما يتعلق بعلاقات هاتين الدولتين بالصين. على مستوى البريطاني لأول مرة يبقى في وثيقة تشير إلى تايوان كدولة مستقلة صحيح. في أروقة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني. الشيء الآخر أول مرة الولايات المتحدة تقدم معونة عسكرية لتايوان في إطار الميزانية المخصصة لتقديم المعونات للدول الخارجية والدول الأجنبية. وبالتالي يعني أتصور أن هذا مسلسل
المقصود به الاستفزاز والتحرش ومحاولات ضرب العزلة وحصار الصين نظرا لتخوف الدول الغربية مما تحققه الصين من طفرة في مجال التكنولوجيا بصفة خاصة في الوقت الحالي، وما هو متوقع أن تستمر في تحقيقه في مرحلة قادمة، لأنه مهما كان تطور الآلة العسكرية الصينية ففي هو صحيقة بينها وبين الصين، بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني ما تفعله الصين هو لأراضي الردع ليس إلا، إنما إن هي تناطح الولايات المتحدة عسكريا رغم ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري الصيني في السنوات الأخيرة بشكل مذهل، لم يرقى للمستوى اللي وصلت له الولايات المتحدة. وبعدين هي الولايات المتحدة يعني خلاص شكلت الآلة العسكرية بتاعتها والضخمة جدا وانتشارها، يعني احنا بنتكلم على حوالي 170-180 قاعدة وتواجد على مستوى العالم. انت بتتكلم الصين حوالي 4 أو 5 أو 6 قواعد على مستوى العالم. غياب الصين هو تعبير عن رفض هذه السياسات، انما هو رئيس الوزراء موجود، والصين يهمها مجموعة الـ20 ويهمها انها تلعب دورها في مجموعة الـ20، انما في نفس الوقت ابتدينا نلاحظ كمان انه يتم يعني استغلال هذا المحفل في اقحام بعض القضايا ذات الطابع السياسي، زي الاشارات في اطار اعداد مشروع البيان الختامي اللي بيعده وزراء الماليه واللي بيرفعوه للقمه فيما يتعلق بالوضع في اوكرانيا والحرب الروسيه الاوكرانيه. يعني الصين وروسيا عندهم خشيه انه رفضوا صياغات معينه في اطار، وبالتالي انت طب البيان هيصدر في غيابهم؟ لا ما هم موجودين، مش هيصدر في غيابهم، يعني في غياب رؤساء قاده صمادات انا عارف التمثيل موجود. لا يعني اعتقد ان صمادات انه صعب تصور هذا الموضوع، اللي يبقى معنى كده ان قمه الـ20 بتنحاز لطرف دون الاخر. اعتقد انه الهند بصفتها الدوله اللي بترأس القمة على امتداد العام الماضي ولغاية دلوقتي هي بتلعب دور في ان الامور يتم تناولها بشكل متوازن وما يأثرش على المخرج النهائي لهذه القمة، الناتج النهائي لهذه القمة. طيب دكتور عبد الرحمن، ارجع مرة اخرى وانا بتكلم هنا على دول انت وحضرتك وصفتها الدكتور السفير علي حفني وصفها انها كانت دول اخذة في النمو، بقت جزء من الـ20. الدول قد ايه، لو انا باخد مسيرة مجموعة الـ20 من سنة من ساعة تأسيسها 1997 ثم 2008 مستوى القمة ثم اليوم، وهركز على الدول الآسيوية لأن الدول الباقية متقدمة والحمد لله، يعني الدول الغربية الأوروبية وأمريكا، يا ترى استفادت قد ايه من الـ20 أو خسرت قد ايه خلال هذه السنوات الطويلة؟ هو يعني اقتصادي على التأكيد. لا هو بالنسبة للدول الآسيوية بتكلم عن انه اذا كانت مجموعة الـ20 جاءت استجابة لأزمة يعني بالاساس ازمة مالية آسيوية بالاساس، فكان الهدف الاساسي منها باعتبارها هي المنتدى الاقتصادي العالمي الاول، هو تحقيق نوع من التوافق بين هذه الاقتصاديات الاكثر ثراء في العالم بشان القضايا التجارية، بحيث انك انت لا بحيث يتم تجنب تكرار وجود ازمات عالميه اخرى يمكن ان تضر بالاقتصاد العالمي ككل، باعتبار ان هذه الدول بما فيها الدول الاسيويه هي اقتصاديات صاعده وبالتالي تمثل نسبه مهمه جدا من الناتج المحلي الاجمالي العالمي بالنسبه لحركه الصادرات والواردات وغيره، فبالتالي من مصلحه يعني مجموعه البلدان الغربيه مع هذه الدول انه هذا الاقتصاد العالمي يسير بدون هزات كبيره على غرار ما حدث في 97. عشان كده لم يكن غريبا انه في 2008 تم تصعيد مستوى القمة من محافظة البنوك المركزية ووزراء المالية إلى قارة الدول، بحيث أنه يكون قرار أكثر يعني استجابة أو على مستوى يعني القرارات على مستوى أكبر من الدول، بحيث تكون أكثر حسمة دي تجارب مستهزرة. فبتكلم عن المكسب والخسارة، ما بتكلمش عن طرفين متناقضين. أنا بتكلم عن إنه هذه الاقتصاديات هي اقتصاديات مع البلدان الغربية هي اقتصاد أساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي، تمثل نسبة كبيرة 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من التجارة العالمية، فبالتالي المصلحة واحدة.
يعني في اطار من تكامل الاقتصاد العالمي بين هذه الدول، خاصه انه فلسفه الاقتصاد في هذه الدول بغض النظر عن التغيرات الايديولوجيه في النظم السياسيه الموجوده فيها، ولكن فلسفه الاقتصاديه تكاد تكون واحده، هي اقتصاد السوق او النظام الراسمالي بما في ذلك الصين حضرتك استاذنا عارف في يعني هذه الدول. فبالتالي هنا الاستفاده ان لا تحدث هزات فجائيه يمكن ان تضر بالاقتصاد العالمي ككل. فده الهدف اللي هو حقق مصلحه للاطراف كلها، سواء كانت بلدان غربيه او بلدان غير غربيه، اسيويه او غيرها. فهنا المصلحه واحده، فبالتالي استطيع ان اقول ان هناك يعني طرف بيخسر وطرف بيكسب، لان هنا الخساره سوف اذا حدث يعني هزه غير متوقعه في الاقتصاد العالمي سوف يعني يتضرر منها الجميع، سواء كانت بلدان غربيه او غير غربيه. وبالتالي هنا تحقيق قدر من التوافق فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالنظام المالي، فيما يتعلق بالتجاره العالميه، في قضايا خطيره زي قضايا المناخ غيره او غيره، دي قضايا مدنيه او غيرها، دي قضايا مهمه جدا للتحقيق قدر من التوافق، ده بيجنب العالم يعني يعني كوارث او يمكن ان تضر بهذه الدول ككل. فهنا المصلحه في النهايه مصلحه واحده. طيب ده راي الدكتور عبد الرحمن. دكتور استاذ سفير علي حفني، انتقد الدول الغربيه مركز العالم الاقتصادي وكذا، يا ترى هي التجمع ده ال20 ضاف لها ايه ولا انتقص منها ايه خلال الفتره الماضيه، وضعا في الاعتبار انه نفس الفتره شهدت صعود هائل للصين وصعود يعني مضطرد للهند تحديدا. احنا لازم ناخد في الاعتبار انه الدول الغربيه او الدول الصناعيه الكبرى يعني بتشارك في هذه القمه وهي جريحه. يعني نالها ما نالها جراء الحرب الأوكرانية، وغيرها من الدول وخاصة دول الجنوب. ومن هنا هناك اهتمام خاص من قبل الرئاسة، رئاسة القمة ممثلة في الهند، لإبراز الاهتمام بقضايا الجنوب. احنا النهاردة بنتكلم على تحديات عالمية، وزي ما الدكتور عبد الرحمن قال يعني الـ 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 القضية بتاعة التغير المناخ. احنا كان في كوب 27 في شرم الشيخ، مظبوط، وتم اختلاع قرار رمى أنف الجميع بإنشاء صندوق للتعويض. احنا في غضون أسابيع في كوب 28 في صمدات في الإمارات، مظبوط، وبالتالي خمة الـ20 مرتبطة بما سيحدث من هنا. جت دعوة رئيس رئيس دولة الإمارات العربية ان هو الشيخ محمد بن زايد ان هو يشارك، لانه ما فيش شك انه ما سيتم الخروج به من قمة الـ20 يرتبط بشكل مباشر مع ده، غير ان هو بيرتبط كمان بقمه اخرى انعقدت منذ بضعه ايام وشاركت فيها مصر من خلال السيد رئيس مجلس الوزراء، خاصه بتغير المناخ في لانها هي بتمثل اكتر منطقه بتمثل تحدي ليها مساله تغير المناخ. انما اكتر منطقه ايه؟ طب ما هو نشوف ايه اللي حصل في الدول اللي بنقول عليها الصناعيه الكبرى، يعني ده اقتصادياتها منهكه بفعل هذه الـ 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 الأزمات المناخية المتعاقبة اللي بتحصل شرقا وغربا. ما فيش شك أنه لما تخذ قرار بتوسيع مجموعة السبع مع الحفاظ عليها طبعا، لأن العلاقات بين الدول الأعضاء فيها دي علاقات عضوية، عشان كده احنا ما لما بنفكر في اسمه ده في الدول الاسيويه نقول مجموعه الدول الاسيويه، يعني ما ننساش انه اليابان هي احدى اسمه ده الدول الاعضاء في مجموعه السبعه، وتربطها علاقات عضويه بالاسمه ده بالدول الاخرى، الولايات المتحده وكندا واسمه ده والدول الاوروبيه. فاللي عايز اقوله انه هناك تحديات وجوديه وتحديات مشتركه وبتتطلب الاحساس بذات القدر من المسؤولية واتخاذ قرارات جريئة لمواجهة هذه التداعيات اللي حدثت بفعل تلوث البيئة، مع الأخذ في الاعتبار أنه دول الجنوب مصابة أكثر لأنها غير مسلحة بالإمكانيات، ويجب
انه ينظر ونامل هذا في قمه كوب 28 بشكل اكثر جديه في تمكين دول الجنوب وتمكين الدول الافريقيه من كافه التقنيات اللازمه بحيث انه يتم تعزيز قدراتها في مواجهه تغيرات المناخ لانها اضرت بالاقتصاديات الافريقيه بشكل كبير. ممتاز كده الصوره واضحه اكثر بالنسبه لي. طيب دكتور عبد الرحمن وارجع برضو للشق الاسيوي وفي علاقته الملاحظ دلوقتي انه توتر مش بس الاقتصادي العسكري كمان بدا يعني بشكل واضح. واحنا عندنا في الولايات المتحده الامريكيه في العام القادم عندنا انتخابات رئاسيه وعندنا اجواء يعني ما حدش عارف هتوصل لفين. وسياده السفير اشار لما يحدث في تايوان وما حولها ويعني اتفاقات ومساعدات وزيارات من مسؤولين غربيين وحاله تراها الصين في تايوان نفسها استفزاز هائل تراها هكذا تايوان نفسها فين والصين عدلت دستورها يعني الامور اصبحت تايوان جزء دستوري من الصين وهكذا. حضرتك شايف ده تاثيراته ايه من القمه دي للقمه الجايه؟ يعني يا ترى القمه الجايه هتنعقد المره دي غابوا الرئيسين المره الجايه هيحضروا؟ ده انا مش بضرب وادع ولا الامر قد يتطور الى خطوات اكثر يعني سلبيه تجاه مجموعه 20 من ده بالنسبه لي على الاقل لروسيا والصين. هو ينبغي ناخذ في الاعتبار انه القمه القادمه سوف تكون للبرازيل. تمام. فهي تنتقل من دوله ناميه في جنوب الى دوله ناميه ايضا في جنوب ثم الى البرازيل ثم بعد كده دوله اخرى جنوب افريقيا. فدي انا اعتقد انه يعني قبل نتحدث عن انه هل الرئيس الصيني في القمه لا مش بتكلم على الذهاب بتكلم على العلاقه العضويه العلاقه العضويه يعني الامور تطورت العلاقه العضويه شبه صدام مثلا في بحر تايوان لو الامور تطورت في روسيا الى تهديد بالنووي التكتيكي يعني في امور قد تحدث. انا اقول لحضرتك حاجه طبعا قضيه تايوان انه حتى تايوان فيها انتخابات رئاسيه سنه 24 تمام. فده توقف على طبيعه الحزب الذي سوف يفوز بهذه الانتخابات. هل هو الديمقراطي التقدمي الذي يطالب باستقلال تايوان ولا الحزب القومي كومنتانج الذي يتبنى توحيد تايوان مع الصين يعترف بانه تايوان جزء من الصين. فهنا الصين بتضغط يعني حتى في اطار تحركات العسكريه من جانب الصين تجاه تايوان هي بتحاول ان تدعم تيار الوحدوي داخل تايوان تجاه الصين هو الحزب القومي على حساب الحزب التيار الانفصالي اللي هو الحزب اللي هو الحاكم حاليا من 2016. فبالتالي هنا نتيجه الانتخاب في كل الاحوال هناك خط احمر. انا اعتقد بالنسبه لتايوان تحديدا خط احمر سواء فيما يتعلق باعلان انفصالها عن الصين ده خط احمر معلن من قبل القياده الصينيه بانه ده يعني بمثابه اشاره تدخل عسكري مباشر من جانب الصين لضم تايوان. حتى في اطار فهم التحولات الامريكيه استراتيجيه الغموض المتعمد من جانب اداره الرئيس بايدن حتى من جانب اداره الرئيس ترامب قبل ذلك ولكن هناك يعني استراتيجيه موحده تجاه تايوان ان هم اعتراف بان تايوان جزء من الصين وان يعني نظام دوله نظام دوله واحده زائد نظامين مع اللي هو التخوف الامريكي انه محاوله تجنب الضم العسكري من جانب الصين لتايوان. فهنا دي ورقه تظل يعني ورقه تساوميه بين الصين وبين الاتحاد الامريكي ولكن انا شخصيا لا اعتقد انه ممكن بسبب تايوان ان تصل هناك مواجهه بين الاتحاد الامريكي وبين الصين بسبب قضيه تايوان لان هناك اعتراف التزام امريكي منذ زياره الرئيس نيكسون للصين سنه 72 واتفاقها بخصوص تايوان انه الحل السلمي التوحيد السلمي شبه جزئي لتايوان الى جانب الصين مقابل عدم تدخل صناعة عسكرية نضمها في هذه الجزئية. فبتكلم عن هنا مجموعة العشرين أنا زي ما قلت حضرتك أنه الصين تنظر إلى هذه المجموعة من وجهة نظر دورها العالمي في هذه المجموعة. هل يمكن أن يعني هذه المجموعة تمثله من وجود حاليا تكتل غربي من يعني رؤية أمريكية جديدة للنظر إلى الصين باعتبارها عدو باعتبارها عدو محتمل بدلا من شريك استراتيجي الى عدو محتمل. فعدو محتمل بدات تعيد عسكره منطقه شمال شرق اسيا وده الجديد في هذا العام تحديدا منذ يعني اعاده عسكره اليابان وتبني اليابان لاعاده النظر في استراتيجيه الامن القومي الياباني واستراتيجيه الهجوم تطوير الهجوم المضاد وزياده النفاق العسكري الياباني بمبالغ كبيره جدا حتى 2027 وتوثيق التحالف العسكري وده وضع خلال زياره رئيس الوزراء اليابان للاتحاد الامريكي في يناير 2023
وزيارة رئيس كوريا الجنوبية للاتحاد الأمريكية أيضا في أبريل 2023 وتدعيم التحالف العسكري. التطور الحاصل ده تطور خطير في العلاقات الأمريكية الصينية. تمام. فالنظر إلى عدو محتمل ده هو ما يمكن أن يدفع الصين إلى إعادة النظر في وجودها داخل مجموعة العشرين، وتصوير محاور تصوير هذه المجموعة في هذه الحالة باعتبارها تكتل غربي وليس تكتل يمثل القوة الكبرى في العالم، لأنها لن تجد نفسها كقوة قائدة في هذا التجمع، وده الخطر. وأعتقد يمكن أن تحد منه وجود دولة زي البرازيل ودولة زي جنوب أفريقيا إذا انتقل إليها الرئاسة. طيب دكتور عبد الرحمن متفائل، أنا مش قوي، حضرتك شايف إيه؟ لأنه يعني تخفيض مستوى التمثيل اترفع في 2008 إلى مستوى القمة من دولتين رئيسيتين مشتبكتين مع الغرب في خناقة عسكرية حرب وخناقة اقتصادية على حافة حرب، هل ده أمر ينذر بمخاطر على مجموعة العشرين؟ أعتقد أنه مش من السهولة بمكاننا أن نستبعد هذه الفرضية، يعني يجب أننا نأخذها في الاعتبار إذا كنا بنتناول هذا الأمر بالتفحيص والتمحيص والبحث، يعني لأنه في عملية تحشيد بتتم من قبل الولايات المتحدة في مواجهة الصين. الولايات المتحدة مستاءة من مبادرة الحزام والطريق، صحيح، مستاءة من منتدى التعاون الصيني الأفريقي اللي حول عدد كبير من الدول الأفريقية من الاعتراف بتايوان إلى الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية، ودلوقتي في أصوات داخل الولايات المتحدة بتشير إلى ضرورة زيادة عدد الدول اللي بتعترف بتايوان مرة أخرى. يعني إيه، إحنا بنستخدم بقى كل الأدوات في استهداف الصين، ليه؟ عشان نعطل الآلة الاقتصادية الصينية، لأنه المسألة مرتبطة بتنافس وتنافس في عالم رأسمالي، لأنه الصين النهاردة مهما كان فيها من حزب شيوعي وإعلاء المسهل والفلسفة الاشتراكية على الطريقة الصينية، حتى لو كانت على الطريقة الصينية، إلا أنه فيها كثير من ملامح التحول إلى مجتمع رأسمالي، أكبر دولة فيها عدد مليونيرات في العالم، أكبر دولة فيها عدد بليونيرات في العالم، وبالتالي ومؤسسات اقتصادية ابتدت تتغول اليوم. فطبعا العالم الغربي والآلة الأمريكية في الضغط والإقناع الدول الأوروبية أنه يجب أن الجهد ده يبقى جماعي، ومن هنا جت بعض الأفكار في أنه يجب أنه دائرة اهتمام حلف الأطلنطي ما تبقاش قصرة فقط على القارة الأوروبية، إنما يبقى فيه اهتمام بمناطق أخرى بتمثل خطر للدول الغربية. يعني أنا شايف أن احنا في حالة مخاض مش معروف هي هتسفر عن إيه. ما في شك أن الصين لديها من الحكمة اللي تراكمت على مر التاريخ بحيث أنها لا تتيح الفرصة لا للولايات المتحدة ولا للدول الغربية في أنها تتصيدها أو أنها توقع بها في فخ كويس العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع من قبل، أو أنه يبقى كل التركيز على الإنفاق العسكري على حساب التحول والتطور الاقتصادي، لأن احنا بنتكلم النهاردة على عالم مختلف في سماته تماما، والتطور بيتم بسرعة مذهلة. احنا بنتكلم على تقنيات فائقة، بنتكلم على استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التصنيع العسكري وأيضا في تكنولوجيا الفضاء. ممتاز. طيب السؤال الأخير بقى الحالة للأسف الوقت بيخلص، وهقول تعليق صغير جدا بس على الدكتور السفير علي الحفني، هو كلام مهم قاله الحقيقة، يمكن ناس كتير ما عرفوش خلفيته العلمية. احنا كان عندنا كتاب مهم صدر في انجلترا سنة 84 صعود وهبوط الحضارات الكبرى، وكان كاتبه مؤرخ بريطاني كبير اسمه بول كينيدي، كتاب بترجم لكل لغات الدنيا، وكان الراجل بيتوقع ساعتها بالظبط زي ما بيقول الدكتور علي انه الصين تنفق على نفسها بقدر ما تستطيع الدفاع عن نفسها ولا تهدر أموالها في الإنفاق العسكري، فصعدت بنسب 13 و12 و14 و8% في النمو، وصلت إلى ما وصلت إليه، وإن ده عكس حالة الولايات المتحدة، وتنبأ إنها هتبقى القوى الأولى في العالم خلال 35 إلى 40 عاما. فأنا ما أعرفش هل الصين هتخالف بعد ما صدقت نبوءات بول كينيدي في الأول، هترجع تمشي عكسها
ده سؤال يعني مطروح. طيب الدكتور سؤال الاخير دكتور عبد الرحمن لبلدنا دي مصر، احنا يعني عندنا تواجد في قمه ال20، هيكون موجود حضور غالبا سياده الرئيس، احنا عايزين نستفيد من ال20 دي؟ لا هو طبعا احنا مصر يعني احنا في لسه للتوقف يعني تم قبول مصر عضو في تجمع البريكس، واعتقد انه يعني اذا نظرنا الى مجموعه ال20 نظره اوسع، انه مصر دوله مدعومه من قبل الهند في مجموعه ال20، نظرنا الى الدول عدد الدول الناميه اللي بتصنف باعتبار دول جنوب في المجموعه، نجد ان عدد يعني لا باس به. فبالتالي اعتقد انه وجود مصر ويعني الاضافه الى دول الجنوب الاعضاء اساسا في مجموعه ال20 بالاضافه الى الاعضاء المدعوين مثل عمان ونيجيريا وغيرها وفي الامارات، اعتقد ان ده يعني من شانه ان يطرح ان يساعد على طرح قضايا مهمه جدا بالنسبه للدوله المصريه ودول الجنوب بشكل عام، زي قضيه المديونيه على سبيل المثال. تمام. ودي قضيه يمكن اشار ليها رئيس وزراء الهند، قال انه هذه القضيه تمثل شاغل مهم جدا بالنسبه للدول الناميه، وانه هذه القضيه ينبغي ان ينظر اليها من قبل مجموعه نظرة موضعية، باعتبار انه طالما هذه الدول تستوفي الاجراءات او الاطر الصحيحة في الانضباط المالي، فبد انه تقديم يد المساعدة من جانب مؤسسات النمو الدولية سواء صندوق النقد والبنك الدولي مساعد هذه الدول. قضايا ايضا موضوع تمويل المناخ والطاقة المتجددة، انه فهنا رفع صوت بلدان الجنوب او طرح قضايا بلدان الجنوب وتوظيف مثل هذا المحفل المهم جدا الذي يضم يعني دول بغض النظر عن دول ذات صيغه اقتصادي مهم جدا، انا اعتقد يصب في مصلحه يعني قدره الدوله المصريه على تجاوز الازمه الاقتصاديه الموجوده حاليا، لانه بحكم الطبيعه الاقتصاديه لمجموعه ال20 بيصب ايضا في مصلحه دول الجنوب ككل، دعم موقفها التفاوضي فيما يتعلق بهذه القضايا التي هي تمثل بالفعل هاجس ليها، سواء امن غذاء والتاثيرات السلبيه للحرب الاوكرانيه الروسيه بالاضافه وقبل ذلك ازمه كورونا، ودي هذه الازمات عرضت هذه الاقتصاديات للاسف شديد لظروف هي ليس سبب فيها. صحيح. فبالتالي ده كان تأكيد حتى من رئيس وزراء الهند على هذه طبيعة هذه الأزمة، إن هذه الأزمة ليست نتيجة سوء تصرف وإنما نتيجة العوامل بالفعل أدت بهذه الدول إلى مشكلات، فبالتالي لابد من التعامل معها بشكل أكثر موضوعية من جانب مؤسسات التمويل الدولية. قبل ما أختم مش عارف هنقول بعد كده الهند ولا هنقول بهارات، لأن دي معلومة يمكن الجمهور ما يعرفهاش. دولة الهند الصديقة بتغير اسمها أو بتعيد نفسها لاسمها الأصلي زي بتقول، والمكاتبات الرسمية جزء المكاتبات الرسمية لهذه القمة صدر فيه دولة بهارات، وإنه الهند ده ترجمة أو لفظ شاع في عند المستعمر الغربي البريطاني تحديدا باسم الهند إنديا، وبالتالي رجعوا الكلام دعوات رسميه صدرت باسم رئيس وزراء الهند رئيس الهند بدوله بهارات. فما اعرفش انت يعني بعد كده انا لن اسمح في هذا البرنامج يا سياده السفير بذكر الا بهارات، انا ما اعرفش هم ذكروا ترجمه له يعني هي لم يتم اهتمامها بشكل رسمي، لان هو حتى في الدستور الهندي هي الهند اللغه الهنديه القديمه السنسكريتيه اللي هي لفظ بهارات، وفي الدستور الهندي نفسه انديا بهارات مظبوط انديا بهارات، ولكن هو بيتم يعني المعارضه الهنديه يعني لا ده هنخصص حاجه خاصه ده هنخصص الموضوع أيوة كامل، انا بس بدي معلومه للناس انت قلت الهند فانت ذكرتني فانا قلت عشان لما هتشوفوا في الاخبار الفتره الجايه كلمه بهارات هذه هي الهند الصديقة التاريخية لمصر. أنا الحقيقة يعني استفدت جدا جدا من حضور حضرتك الأستاذ دكتور عبد الرحمن عبد العال أستاذ العلوم السياسية في الاقتصاد بالسياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف وخبير الشؤون السياسية، بشكر حضرتك جدا خبيرنا الكبير نائب وزير الخارجية مصر السابق سيادة السفير علي الحفني، بشكر حضرتك جدا جدا على كل إضافاتك، شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام فهمنا شوية الحكاية يمكن مش قوي لكن يعني هنكمل مع بعض، والقمة هتشتغل إن شاء الله سبت وحد ومعاكم نكمل مع بعضنا نحاول نفهم اللي بيحصل حوالينا. شكرا لحضراتكم وانتهت كده حلقتنا النهارده.